طيب خليني اوري لحضراتكم تقرير مهم جدا، واعتقد انه تقرير لافت، لانه تقرير بيسجل الحاله الامنيه في مصر يوم الجمعه النهارده، تقرير اعدته وزاره الداخليه، وبيعرفنا او بنشوف من خلاله الشارع شكله عامل ازاي وجهود الناس النهارده كانت عامله ازاي. خلينا نشوف هذا التقرير. يخطئ من يظن من السائقين أن تناول المواد المخدرة أثناء القيادة يعطيه مزيدا من اليقظة والانتباه لمواصلة القيادة، بل إن هذا الأمر يؤدي إلى حوادث الطرق. لذلك حرصت وزارة الداخلية على توجيه الحملات الأمنية والمرورية للكشف عن متعاطي المواد المخدرة من السائقين، بخاصة سائقو أتوبيسات المدارس، حيث تم تشكيل لجان أمنية بكل إدارة مرور على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع الجهات المعنية للمرور على المدارس، وإجراء فحص للسائقين للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة حرصا على سلامة الطلاب. أول حاجة يدينا طمأنين لولي الأمر وللطالب إن في رقابة دائمة من وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور على السواقين، وده شيء يشرفنا لان دوت بيمنع حدوث الحوادث. إضافة الى المرور على المدارس، شددت وزارة الداخلية من إجراءاتها لفحص الحافلات المدرسية فنيا للتأكد من مدى صلاحيتها للسير بأمان. إجراءات الفحص تتم في وحدات المرور المختصة لمعرفة مدى توافر شروط الأمان والسلامة من إطارات سليمة إلى عوادم السيارات إلى مدى صلاحية الزجاج. توعية السائقين بأهمية الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية على الطرق واتباع أقصى درجات الاحتياط والسلامة والفحص الدوري للسيارات. طبعا أنت المفروض أن أنت طبيعي، أنت عامل بادج ورا على الإزاز أن أنت بتنبه دايما اللي وراك أن الوقوف بتاعك متكرر، بس لازم يكون الوقوف المتكرر ده دايما على جانب الطريق ودايما من غير ما أعمل إعاقة للطريق، وفي نفس الوقت أكون واقف في مكان يكون آمن للطفل أو الطفلة اللي نازل من العربية أو اللي نازل من الباص عندك. ولازم المفروض إن أنت يوميا قبل ما بتطلع خالص بتطمن على سلامة العربية في كل حاجة. كما تم التأكيد على قائدي حافلات المدارس بضرورة وضع ملصقات على تلك الحافلات من الأمام والخلف، تشير إلى كونها خاصة بنقل الطلبة ومدون به رقم تليفون لتلقي شكاوى في حال ارتكاب السائق لأي مخالفة أو القيادة برعونة. كما واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمختلف مديريات الأمن وبالتنسيق مع الجهات المعنية حملاتها المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق كل مديرية للكشف عن السائقين من متعاطي المواد المخدرة. استهدفت سائقي جميع أنواع السيارات، أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية في هذا الإطار. وتسهم هذه الحملات في إلزام قائد المركبات بقواعد المرور مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ويبقى على قائد المركبة الالتزام بتلك القواعد حفاظا على سلامته وكذلك أرواح المواطنين من مرتادي الطرق. باخد من الفيديو ده إشارة مهمة جدا، يعني دي جهود وزارة الداخلية أو الموقف الأمني النهاردة. زي ما انتم شايفين ناس متواجدة في الشارع طول الوقت، وأنا حابب أنوه أنه لما الناس بتتعامل مع الدولة أو العلاقة مع الدولة وأجهزتها بتبقى علاقة طبيعية، بتلاقي الحياة بسيطة ويسيرة جدا. الدولة يا جماعة عمرها ما بتبقى خصم أو عدو إلا للي بيخالف القانون أو بيخرج عن القانون أو بيحاول يفرض قانونه. فهي دي المشكلة، بتبدأ هنا المشكلة. ومفيش واحد بيخرج عن القانون أو بيخالف القانون أو بيحاول يفرض قانونه إلا وبيتعامل إنه مظلوم والدولة ظلماني وإلى آخره. فنشكر الحقيقة
رجال الداخلية، ومثل هذه التقارير بتبقى مطمئنة انه الشارع ماشي ازاي والموقف الامني ماشي فيه ازاي.